شخص مستعد للحياة وسبت عالم كامل ورا ظهري، بس هيفضل الفرق بين الحقيقة والخيال. باب اسمه الفضول. بتعمل ايه يا ابني؟ هي دي حبيت الفيل الازرق؟ الفيل الازرق ايه يا ابني؟ ده انتنال، انا خدت انتنال عشان لسه اكل النهارده والله شاورما ومبهدلاني على الاخر. لا تخاف ولكن احذر. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده في سيفلر رياكشن على هوم سينما، والفيلم اللي هنعمله رياكشن هو فيلم الفيل الازرق الجزء الثاني. لسه عارف بالصدفه ان الجزء الثاني التريلر بتاع فيلم الفيل الازرق نزل، نزل تقريبا النهارده، كان من كام ساعه، فقلت لازم اعمله تريلر رياكشن. طبعا معلش انا عارف ان انا اتاخرت في موضوع فيديوهات رمضان في البيت، انا نزلتهم متاخر وكده، بس عشان اخدوا مني وقت والله في المونتاج يعني وكده في الايديتنج. فيديوهات العيد طبعا هتنزل الاول، المراجعه بتاعه فيلم الممر والمراجعه بتاع فيلم كازابلانكا ان شاء الله هتنزل الاول، وبعدين هينزل التريلر رياكشن. هنعمل 2 تريلر رياكشن النهارده، هنعمل تريلر رياكشن بتاع فيلم الفيل الازرق الجزء الثاني، وهنعمل تريلر رياكشن للفيلم ولاد رزق الجزء الثاني. الظاهر ان العيد الاضحى هيبقى هيخش يعني داخل بصدره قوي، يعني العيد الاضحى داخل معانا فيلم الفيل الازرق 2 ولاد رزق 2 وتقريبا كمان فيلم الكنز الجزء الثاني. برضو مش عارف ايه موضوع الجزء الثاني السنه دي في العيد، 3 افلام المنافسين هيبقوا الجزء الثاني. معرفش اذا كان هيبقى فيه فيلمين كمان، المفروض يبقى فيه فيلمين كمان، لان معظم افلام العيد بتنزل 4 افلام او 5 افلام يعني، فتقريبا في فيلم او فيلمين كمان. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره بتاع فيلم الفيل الازرق الجزء الثاني، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره، يلا بينا. كان في ام بتحب ابنها جدا، كان اسمها لب، ابنها كان اسمه زين، كانت عايزاه يبقى احلى واحد في الدنيا. لبنى، لبنى هتقتلكوا يا يحيى كلكم. طلعني بقى مجنونه بما ان رجلك راحت على المستشفى. انت عارف بيقولوا عليك ايه في اجتماعات امانه النفسيه؟ بنجال ومدمن كرم. اللي في البيت عندك مش لبنى. مش لبنى ازاي؟ لسه ما لاحظتش يا يحيى انك لعنة على كل اللي حبوه. الكلمة دي بتضايقني. في حد تحت سرير. المريض كان في حالة هياج، خلقت حالة وهم اني بطلع منه عفريت اسمه نائل. انت بتقول ايه؟ انت شارب ايه بالظبط؟ الفيل الازرق؟ ستموتين كل يوم. عشان تعرف الفرق بين الحقيقة والحلم، دور على الساعات. ديك. في الحلم دوم مفيش ساعات. اوعى تنام يا يحيى. وقت ما يحيى لسه ما خدتش بالك ان انا هنا. انا مش عايش الكابوس ده تاني يا يحيى. انت محتاج دكتور يا دكتور. كان حلو اللي حصل بيننا امبارح. فاكر اخر مره لمستني انت؟ اركي خزري. لا تخاف ولكن احذر. اوكي يا جماعه، واو بجد، واو انا مبسوط بجد، مبسوط ان عملوا الجزء الثاني، لان انا بجد مبسوط ان عملوا الجزء الثاني، لان انا كنت مقلق جدا ان هم هيعملوا، قلت بقى تاني الفيل الازرق جزء تاني مش عارف ايه وبتاع. اكيد مش هيعرفوا يعلوا على الجزء الاول، بس التريلر ده اوفيشال تريلر كمان، ده مش تيزر، انا نسيت اقول ده اوفيشال تريلر. اخراجيا واو، اخراجيا مروان حامد بجد فشيخ، مش ممكن، ايه ده؟ يعني الفيلم ده بكل تاكيد
يعني حاسه هيكتسح في العيد الاضحى ده، وش سواء هو ولا اولاد رزق، بس مش عارف. تسألوني المرة دي وتقولوا لي مين اللي هيبقى المركز الاول في عيد الاضحى، اقول لكم بصراحة مش عارف، لان زي ما قلت الفيل الازرق ولاد رزق والكنز التلاتة دول الايرادات بتاعتهم هتبقى عالية جدا. اتمنى بجد ان الفيل الازرق ان ايراداته هي اللي تبقى على حاجة، لانه فعلا بجد يستحق. اخر جزء كان للفيل الازرق كان نازل كان 2014، فعدى 5 سنين، فالهايب بتاعته لسه موجودة بتاعت الفيل الازرق. اخراجيا كمان مروان حامد بجد مش ممكن، يعني هو ده تقريبا التعاون الرابع او الخامس ما بين مروان حامد واحمد مروان، كان عامله الفيل الازرق وكان عامله الاصليين وكان عامله تراب الماس، ودلوقتي ده تقريبا هو التعاون الرابع الفيل الازرق الجزء الثاني. الكاست طبعا هيبقى هو كريم عبد العزيز ونيلي كريم وهند صبري، وفي كمان ابن خالد صالح اللي هو احمد خالد صالح، هيبقى فيه كمان طارق عماد، وهيبقى فيه كمان اياد نصار. فمجموعة من الكاست بصراحة مشرف، يعني ما اعتقدش ان هيبقى فيه خالد الصاوي، ما جابوش حتى في التريلر خالص، وحتى في الكاست ليست نفسه مش موجود. يعني اليف طبعا احمد مراد واخراج مروان حامد، نسبة ترقبي للفيلم طبعا بدون اي شك هي 10 من 10. بس في تريلر رياكشن بعد ده بتاع ولاد رزق هصوره على طول وهلحق منتجه كده بسرعه، هو والفيلم ده هنزلهم على طول بعد افلام العيد. بس ما عنديش حاجه تانية اقولها، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله استنوني في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي. لا تخاف ولكن احذر.